لبنان رح يرجع، كيف لا والموسم الصيفي الذي ننتظره عامر بالاحتفالات. ليالي هذا الصيف ستنعش الوطن، حيث ستشبك نجوم السماء أيديها بحلقات الدبكة، وسيعانق القمر الساهرين حتى طلوع الفجر. أربعة مهرجانات دولية ينتظرها لبنان هذا الصيف، وهي جبال، بيت الدين، بعلبك، وصور، بالإضافة إلى الكثير من المهرجانات المناطقية على امتداد مساحة الوطن كمهرجانات الأرز والبترون وجونية وإهمج وبيروت، والتي ستستمر إلى ما بعد شهر آب المقبل. مهرجانات لهم أثر إيجابي جدا على صورة البلد، لأنه بالنهاية هن بيحفزوا السياحة الداخلية، الناس بتبرم وبتروح وبتقعد يوم يومين تحضر هالمهرجانات، مردودة على القطاع السياحي. إذا عم نحكي عن مجيء السواح إلى لبنان منه هالمردود الكتير كبير، لكن داخليا بتعطي انتعاش للمناطق كلها بفترة الصيف، يلي بالوقت الحاضر عم نحكي عن أسبوعين أو شهرين، شهرين ونص، وبهالفترة كلها بتكون كل المناطق عم تحكي مهرجاناتها. هو لبنان والعاصمة بيروت أأمن بلد وأأمن العواصم بالعالم بالوقت الحاضر، يعني عم نشهد على عمليات إذا بدك إرهابية بدول أوروبا وبدول بولايات بأمريكا أكثر ما عم نشهد بلبنان. لحسن الحظ آخر سنتين نحن فينا نقول إنه بموضوع الأمن نحن ما في عنا ضربة كف، يعني ما في عنا أي خلل أمني بيؤدي انه نتخوف او الناس تتخوف تنظم المهرجانات، بالعكس. ولمهرجانات بعلبك الدولية بريقها الخاص، فهي التي استطاعت ان تصمد بالرغم من المشاكل الامنية التي عانتها مدينة الشمس. اولا نحن عندنا موقعين هلا عم نستعملهم بمهرجانات بعلبك. بزمانات كنا الحفلات الكبيرة كانت قدام معبد جوبيتر، على طلب الاثار نقلنا وبقينا قدام معبد باخوس. بنعرف انه صار في بعض المشاكل على الحدود ومعودين عليهم، وبنعرف انه كل سنه مع مساعده الجيش ومساعده القوى الامن قدرنا نعمل مهرجانات بظروف صعبه، وهالسنه الجرود امنه. موسم صيفي سياحي بامتياز بانتظار لبنان، وسط ترقب لحركه السياح المحليين والوافدين.